بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم واسعد الله صباحكم بكل خير. هذه تحية من أرضية هذا الميدان لليوم الثالث على التوالي ضمن هذا السباق التأهيلي الثالث الذي يقيمه وينظمه شؤون البلاط السلطاني ممثلا بالهجانة السلطانية. وأول محطات هذا الصباح هنا أشواط الإثارة وأشواط العرض الطويل، مسافتنا مسافة 2 كيلومترات، وهذا الشوط مخصص لسن الثنايا. مباشرة إلى عمق هذا الميدان للتعرف على أول الأسماء المنطلقة والباحثة عن الفوز. هنا مشاكل عيسى بن محمد بن عيسى القهوري من يقدم لنا انطلاقة مشاكل، بينما ثاني المراكز منصورة سلطان بن سليم بن عيسى القهوري من يقدم انطلاقة منصورة. هو القدوم في هذه اللحظات من أبابيل عامر بن سالم بن سعيد الزرعي من يقدم لنا انطلاقة أبابيل القادمة مع المستوى الثالث بالقدوم المميز والجميل مع مستوى ثالث المراكز، بينما المستوى الرابع يحمل تحديات بشاير وليد بن هاشل بن سرور القهوري من يقدم لنا انطلاقة هناك بشاير مع المستوى الرابع والمركز الخامس. هناك ايضا اسماء لكن العودة مباشرة الى المقدمة، العودة مباشرة الى مقدمة الشوط الى صراع الاقوياء. هنا مع اول اشواط هذا الصباح هو البطاقة التأهيلية الاولى المؤهلة الى يوم الختام، المؤهلة الى شوط الختام هو شوط السيارة في نهاية هذا الموسم. يا سلام يا سلام. هنا مشاكل عيسى بن محمد بن عيسى القهوري من يقدم مشاكل منذ بداية انطلاق هذا الشوط، وأبابيل مع المستوى الثاني، أبابيل مع مستوى ثاني المراكز يقدمها عامر بن سالم بن سعيد الزرعي. هو صلت في هذه اللحظات بشاير وليد بن هاشل بن سرور القهوري. شوف الثلاثية الجميلة هنا مع الخمسمائة متر الأخيرة، تحركت بشاير، تحركت بشاير، تحركوا ابناء ميدان الشويعي يختطفون النقطة الثمينة مع اللحظات الأخيرة. هنا بشاير وليد بن هاشل بن سرور القهوري من يقدم بشاير بانطلاقة ممتازة. ثاني المراكز مشاكل عيسى بن محمد بن عيسى القهوري، ثالثا أبابيل عامر بن سالم بن سعيد الزرعي. اللحظات الأخيرة من عمر هذا الشوط هنا بقيادتي وانطلاقتي بشاير من تبشر ابناء الشويعي بالبطاقة التأهيلية الأولى. أول أشواط هذا الصباح هنا يسجل باسم بشاير، هو التهنئة تهدى لوليد بن هاشل بن سرور القهوري. أسعد الله صباحك بمناسبة هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس بمناسبة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أبابيل عامر بن سالم بن سعيد الزرعي، المركز الثالث وصلت أيضا مشاكل، وأيضا من قدم مشاكل عيسى أيضا القهوري عيسى بن محمد بن عيسى القهوري.